السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. How are you doing, sister? I am fine. What's your name? My name is Awajalo. Awajalo, you want to recite any surah of your choice for us? Which surah are you going to recite? I'm going to recite Surah Al-Jum'ah. Surah Al-Jum'ah, you have the mic. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في العميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Assalamu alaikum sister, how are you doing? Fine, thank you. What's your name sister? My name is Adama Jalo. Adama Jalo, we want you to recite any surah of your choice for us. Which surah are you going to recite? I would like to recite Naba. Okay, Surah Naba, you can start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفع في السور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا.
لا يذوقون فيها بردا ولا سرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحشيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأنابا وكواعب ترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لخوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سبحان الله, you have a very 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 nice voice sister. May Allah have you memorized the Quran? No, not yet. I finished it but I don't memorize it. Ya Allah, may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for you to be able to memorize the Quran, because Allah has indeed blessed you with a very nice tune. Allahumma amin. Thank you. Okay, thank you sister. Now we'll move to our next recital. May Allah reward you and a Muslim. MashaAllah sister, your today's imitation is very nice. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you enormously. Ameen. Thank you sister. Can I make a supplication? Okay, you can of course. A'udhu billahi minas shaitanir rajeem. Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yazillu man walayta wa la ya'izzu man 'adayt tabarakta rabbana wa ta'alayt allahumma adkhilna al-janna اللهم ادخلنا الجنة اللهم ادخلنا الجنة اللهم نجنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمين. دعوناك كما أمرتنا إلهي فاستجب لنا كما وعدتنا. Thank you very much sister. Your supplication is very nice.